انا بس خليها تحافظ على الاقل الاستاذ عمرو دلوقتي، لانه استفزني كمواطن مصري. بس قبل ما اقول كيف استفزني ولماذا، عايز اقول انه الشكر كله للشعب السعودي وحكومه السعوديه والكويت والامارات، لانه دول بيثبتوا يوم ورا يوم انه العروبه قائمه، العروبه موجوده، والاشقاء المحترمين موجودين. لما يتعمل مؤتمر لدعم مصر ده شيء محترم، ده اللي ابص له، ده اللي انا اركز فيه. انما العشره اللي حضرتك قلت عليهم يا استاذ عمرو اللي هم الديمقراطيه في مصر، انا اسف جدا لو اخرجهم السيد المشير السيسي من السجون، لان في فرق بين ان حضرتك يبقى ليك راي وحضرتك انك تضرب ضابط او عسكري او تخون بلدك او تقول يسكت العسكر اللي هم حامين بلدك. لو العشره دول السيد المشير خرجهم، انا واحد، انا اول واحد ضده. ضده ليه؟ لان السيد المشير يبقى خدعنا، لانه قال في برنامجه اللي هو كلمتين: عوده دوله القانون. دولة القانون يعني ايه؟ ما عادش في فوضى يا استاذ عمرو. دولة القانون يعني العشرة دول ما لهمش لازمة ولا قيمة ما دام بيخونوا بلدهم، ما دام احنا على فكرة العشرة دول بقالنا دلوقتي من 2008 خاربين البلد. لما تيجي النهارده حضرتك تقول لي اصل العالم بره بس على العشرة، لا، ياخد العالم بالعشرة دول ياخدهم بالسلامة، مع ألف سلامة. إنما أنا عايز تقول إن السيد المشير السيسي عينه على اللي ساكنين في عشوائيات، عينه على العيال اللي بتنام تحت الكباري، اطفال الشوارع وبنات الشوارع، عينه على كل بني ادم بياكل من الزباله، عينه على ده. انما عينه على عشره وخايف الفزاعه القديمه امريكا وبريطانيا وجامعات حقوق الانسان اللي بره طز فيها، عملت لنا ايه؟ بقى لها 3 سنين مش طايقانا. وخلي بالك العشره دول وانصارهم هم اللي قطعوا، وهم اللي كانوا ضد الشعب، وهم اللي قالوا مفيش انتخابات، وهم كانوا ضد الدستور، ما لهمش قيمه خلاص، شيلهم هم واللي لسه مفضلين منهم بره، اسوانيا على تليما على الاشكال دي. انما حضرتك الفزاعه تبدا من دلوقتي، خلي بالك يا مشير، خلي بالك العالم باصص لك بره. انا اسف، انا بقول لك من دلوقتي اهو، اذا كان الراجل ده عايز ينجح عينه في ناس بسطاء، عينه على الغلابه.